السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم خير ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه. مثل ما عودناكم اليوم راح يكون تسريبات الايفون 12 وفي بعض الاخبار السيئه لعشاق الايفون. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتوا من محبي الايفون وشركه ابل دائما نحط مثل هذه الفيديوهات في هذا القناه اول باول، ففكروا في الاشتراك في القناه. إشاعة الآيفون 12 أنه راح يجي بدون سماعة وبدون شاحن، كل شوي يجينا مصدر ويأكد لنا هذه الإشاعة، وأتوقع أنه خلاص نقدر نعتمد ونقول أنها صحيحة وحقيقية. وهذا التسريب الأخير لهذا الشكل في الكرتون، بعد التصميم راح يطلع كذا صغير عجيب، شكله حلو وشكله مناسب، لكن للأسف ما راح يكون في سماعة ولا شاحن. بالنسبة لي أنا أشوف ما فيها مشكلة، وكثير من الناس عندهم اوريدي شواحن، والسماعة أصلاً ما حد يستخدمها، نادراً ما أشوف حد يستخدمها، فآبل راح تلغيها من الكرتون. بالإضافة الأخبار تقول أن سامسونج راح تتبع آبل السنة القادمة وراح تلغي الشاحن والإكسسوارات من داخل الهاتف في 2021. أما من ناحية تصميم الكاميرات في الخلف للآيفون 12، سابقاً من تقريباً 3 أشهر قلنا لكم أن العدسات راح يكون أكبر، راح يكون أفضل بكثير، وراح تلاحظوا هذا الشيء من الخلف، وتم تأكيده من ناحية تصميم الكاد اللي مسرب أو اللي مطرش لمصممي الكيسز أو الكفرات، راح يكون أكبر، راح يدخل إضاءة أكبر. لكن التصميم بالضبط الأماكن للحين ما محدد، فجلست أدرس الموضوع، رحت أشوف الكادز اللي نازلة لآيفون 11 قبل لا ينزل لآيفون 11 بشهرين في نفس هذه الفترة، فلاحظت أن مكان المايكروفون السنة الماضية في التصاميم الكادز المسربة مختلف عن لما نزل، لكن الباقي كله يشبهه. فالكاد لآيفون 12 للحين نازل بنفس فترة السنة الماضية للآيفون 11 نفس الشيء، ما يبين الرادار سنسر أو اللايدار، فما أدري وين بيكون بالضبط وكيف تصميمه. طبعاً أبل لما طرش هذا الكادس عشان الشركات تصمم الكفرات والكيسز للآيفون، فعادة شركة أبل ما تحط كل التفاصيل في تصميم الكاد عشان ما يتسرب لما يوصل شركات تصميم الكفرات أو الكيسز. لكن تصميم الكاد أو الملف اللي راح يوصل لشركات تصميم الكفرات لازم يكون مثالي في الحجم والقياسات، فالشباب أو الشركات بدأت تصمم الآيفون 12 على هذا الكاد، وكان الحجم مثالي خاصة للآيفون الصغير 5.4، رهيب جداً وأصغر من ما كنا متوقعين. لاحظوا الفروقات الكبيرة، يعني صراحة أشوف الآيفون 12 راح يكون مثالي للأشخاص اللي يحبوا الهواتف الكبيرة جداً والأشخاص اللي يحبوا الهواتف الصغيرة جداً، لأن الآيفون 12 برو ماكس راح يكون عملاق والآيفون 12 العادي راح يكون صغير ومثالي لحجم اليد. واليوم وصلنا مصدر ثالث، مثل ما قلنا لكم سابقاً من شهرين نقول لكم أنه تردد الشاشة 120 هرتز في مشاكل وآبل ما راضية وما عجبنها الأداء، فاليوم وصلنا يقول أنه يعملوا تستات للتلفون قبل لا يبدو يصنعوه، فخلال التست فشل الآيفون 12 برو 3 فحوصات، الـ 12 برو ماكس فشل 4 فحوصات، فهذا يؤكد أن 120 هرتز احتمال كبير جداً أنه يلغي، وراح نتأكد بعد أسبوع من الآن، لأن بعد أسبوع راح يبدو إنتاج الآيفون 12، فهذيك الحين راح نتأكد 100% شو اللي موجود وشو اللي ما موجود في الآيفون 12 هذه السنة. أما الخبر الجميل في هذا الفيديو، سابقاً خبرناكم أن الأبل تشيب الـ A14 راح تكون خارقة وقوتها 3.2 جيجا هرتز الأقوى في الموبايلات بالكامل، راح تكون قفزة كبيرة، وعدد الترانزستورز اللي موجودة راح تكون من 8.5 مليار ترانزستور في الـ A13 راح تصير 15 مليار. لاحظوا عدد الترانزستورز اللي موجودة، طبعا الترانزستورز هم اللي يعملوا السويتشينج، هم اللي يعملوا العمليات الحسابية للآيفون، وهي اللي تسوي المعالجة في النهاية.
فالأداء في جميع الآيفونات الأربعة، الآيفونات 12 راح يكون خارق هذه السنة، وعدد الرامات مثل ما قلنا لكم سابقاً للبروفيشنال راح يكون 6 جيجا رام، يعني الآيفون 12 برو و 12 برو ماكس، الآيفونات العادية راح يكون 4 جيجا رام، واللي هو كافي. صح أن النوت راح يوصل إلى 12 جيجا، بس معروف أن آبل ما تحتاج كل هذا الرام لأن نظامها مثال مع الهاردوير وتستخدمه بشكل أفضل من الأجهزة اللي موجودة في الأندرويد. أما بخصوص أسعار الآيفون 12 بعد إزالة السماعة والشاحن واحتمال في نسخة الفورجي اللي مش أكيدة للحين، الأسعار بعدها مش ثابتة مثل ما قلنا لكم سابقاً، راح يبدأ ب 649 دولار بدون الضرائب. للحين ما في تأكيد من أكثر المصدر، فقط مصدر واحد، مصدر أخباره شبه موثوقة، لكن بعدنا من المصادر الكبيرة ما وصلنا السعر الأكيد، لكن راح نعرف خلال الأسبوعين القادمة بإذن الله. مثل ما راح نعرف البروموشن، راح نعرف هل موجود بيكون في نسخة 4G أو أن كلهم 5G، لأن مثل ما خبرناكم سابقا الأربع آيفونات راح يكونن 5G، فاحتمال آبل تضيف آيفون جديد بنسخة 4G عشان يكون سعره مناسب للجميع. أما بخصوص موعد إصدار الآيفونات هذه السنة، كل المصادر ولا مصدر قال إنه ما راح يتأخر، كل المصادر اتفقوا ويقولوا إنه معظم الاحتمالات يعني بتكون التأخير 4 أسابيع أو شهر تقريباً. يعني موعد الإعلان عادي يكون في سبتمبر أو نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، لكن موعد بيع الايفونات 12 راح يتاخر شهر عن السنه اللي طافت مع موعد ايفون 11، فيعني احتمال يكون نهايه اكتوبر او بدايه نوفمبر. وهذه كانت احدث تسريبات الايفونات 12 في الفتره الحاليه. لا تنسوا تعملون لايك وسبسكرايب اذا عجبكم الفيديو وحبيتوا تشوفوا اكثر من هذه الفيديوهات. شكرا لكم على المتابعه والكلام الجميل والتعليقات والدعم، ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير.